احتفلت البطريركية الأرثوذكسية المقدسية حسب ترتيب الطقوس الكنسية يوم الأحد الماضي، وهو الأحد الذي يأتي بعد أحد جميع القديسين بعيد جميع القديسين الذين عاشوا في فلسطين. وتقوم الكنيسة المقدسية في هذا اليوم بتذكار القديسين وأنبياء العهد القديم رسل العهد الجديد الذين عاشوا حياتهم واستشهدوا بإيمانهم في فلسطين. وبهذه المناسبة ترأس خدمة القداس الإلهي في كنيسة البشارة بمنطقة العبدلي بعمان سيادة المطران خريستوفورس بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة ومرافقة جوقة الكنيسة وحضور جمع محدود من المصلين. اليوم الأحد الثاني بعد العنصرة اللي هو أحد جميع قديسي فلسطين، واليوم الكنيسة برزت أمامنا السيد وهو على بحر طبرية بحر الجليل، وشاف التلاميذ ودعاهم، وشفنا كلام الإنجيل إنهم تركوا السفينة والشباك وأباهما وتبعاه. وهون منشوف دعوة من الكنيسة حتى نحن كمان نتبع المسيح ونترك كل شيء. كتير مهم إنه نأخذ قرار مصيري في حياتنا، إنه منا نترك كل شيء ونتبع المسيح. نحن مسيحيين قرن 21 مش عمالنا ندرك إنه المسيح بده إيانا كلنا بكل كياننا نكون معه، ما بده منا جزء ولكن بده الكل. ربنا يأهلنا إنه نقدر نعرف قيمة كنيستنا، قيمة مسيحنا وربنا وإلهنا، وقيمة المحبة اللي لازم تتزين قلوبنا حتى نقدر فيها نحب بعضنا البعض ونكون تلاميذ حقيقيين للمسيح.